اهلا بحضراتكم من جديد. فقرتنا الاولى في هذا الصباح بتكون مجموعه من الاخبار المنوعه، بنبداها بقرار انشاء هيئه عامه تسمى المتحف المصري الكبير. هذه الهيئه هتكون ليها شخصيه اعتباريه عامه وتتبع الوزير المختص بشؤون الاثار، يعني من اجل تسليط الضوء اكثر على المتحف وزيادة الاهتمام بالترويج ليه وزيادة الأنشطة اللي بدأت بالفعل وملحوظة في الفترة الماضية. الحقيقة كمان يا أمان أنه المتحف المصري الكبير الدولة بتعدله في هذه المرحلة إعداد كبير جدا من خلال الإنشاء والبناء وحتى نقل ما يخص الحضارة المصرية داخل هذا المتحف. المتحف المصري الكبير هيعد مركز ثقافي وحضاري عالمي متكامل، بيهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية والتعرف كمان على التراث العالمي أو المصري العالمي من خلال التقنيات الأثرية في أجواء بتضاهي الحضارة المصرية القديمة، وتقديم الخدمات المتحفية من خلال توثيق وحفظ ما يخص الحضارة المصرية. لسه مع الآثار والمؤتمر الدولي للآثار الغارقة اللي هيعقد المرة الأولى في الإسكندرية له أهمية كبيرة، هيشارك فيه 25 باحث بيمثلوا 11 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا واليابان ومصر وفرنسا وتونس. كمان خلال افتتاح هذا المؤتمر أكد العناني أن الباحثين المشاركين في المؤتمر بيمثلوا كبرى الجامعات الدولية. هذا المؤتمر بيأتي في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار بمناسبة مرور 20 عام على تأسيس إدارة الآثار الغارقة. المؤتمر هيناقش العديد من المحاور منها الإنجازات اللي حققتها إدارة الآثار الغارقة واللي تأسست عام 96 وتقنيات بناء السفن عبر العصور المختلفة. المتعارف عليه دوليا ان في ميثاق شرف بيحكم المتاحف وعملها، اهم بنود هذا الميثاق هو عدم التعامل مع الاثار الموجوده من دوله اخرى على انها سلعه تباع، والحقيقه ان في متحف في الولايات المتحده الامريكيه خالف هذا الميثاق وعرض بعض الاثار المصريه والقبرصيه والايطاليه للبيع في مزاد اقامته صاله مزادات جريستي منذ أيام. المتحف ومتحف توليدو للفن بولاية أوهايو الأمريكية ووزارة الآثار نتيجة لهذا التصرف قامت بمنع التعامل مع هذا المتحف. طبعا عدم التعامل تماما مع متحف توليدو او اي من بعثاته بعد ان اخل ببنود شرف المتاحف العالميه ورسالتها اللي بتعتبر طبعا طرح ثقافي وفني وتنويري للشعوب الى كونه طبعا ملتقى للحضارات. المساعي ما زالت قائمه لوقف عمليه البيع واسترداد الاثار المصريه، طبعا ده بيكون عبر قنوات شرعيه دبلوماسيه، وزاره الاثار بتقول انها هتكون على استعداد كبير جدا انها تسترد كل جزء من تراث مصر. متحف توليدو للفن بولاية أوهايو الأمريكية أعلن عن قيامه ببيع بعض مقتنياته من ضمنها قطع أثرية بتنتمي للحضارة المصرية القديمة خلال مزادين عملهم يوم 19 ويوم 25 أكتوبر. طبعا الأمر اللي أدى أن وزارة الآثار قامت بمخاطبة المتحف أو منظمة عام منظمة اليونسكو والتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف عملية البيع من أساسها. جهود إحياء عدد كبير من المتاحف في مصر وجهود الحفاظ على أثارنا، هذا جانب مهم يخص الحضارة المصرية ويهمنا أيضا ارتباطا بهذا الملف أن يكون في عوامل محفزة على عودة السياحة لمعدلاتها السابقة. من هذه العوامل العروض اللي بتوفرها شركات السياحة بأسعار يعني معتدلة ممكن تكون جاذبة أيضا للشركات السياحية. رئيس المنظمة الدولية للسياحة والسفر أشاد بالإجراءات الأمنية اللي بتنفذ في مصر وقال إنها ممكن تعطي الثقة للشركات السياحية إنها تعطي عروض أكبر وبالتالي تخفيض أسعارها.
كمان الاهتمام بالإجراءات الأمنية بشكل كبير جدا، لأنه مهم جدا الاهتمام بالإجراءات الأمنية داخل المطارات وفي أماكن المزارات السياحية. ده طبعا رغبة في عودة الحركة السياحية من جديد إلى مصر. طبعا أكبر الشركات، هذه أكبر الشركات السياحية اللي بتتلهف على العودة لمصر، لكن لا يعقها من ذلك سوى قرارات الحكومة بحظر السفر فقط. واتصالا، عقد مؤتمر هام للمنظمة العالمية للسياحة في الأقصر على هامش افتتاح فعاليات الجلسة 104 لمنظمة السياحة العالمية. وخلال هذا المؤتمر أكد الدكتور طالب الرفاعي السكرتير العام للمنظمة أن المنظمة مستمرة في عملها ودعمها لمصر حتى تتعافى من أزمتها، وأشار إلى أن مصر تمر بتحدي كبير اقتصادي وسياسي وأمني. كمان السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية قال أنه يجب على مصر تشجيع خطوط الطيران المباشرة من المناطق الأسيوية إلى مصر، وطبعا لأنه آسيا بتعتبر أسواق بديلة عن السوق الأوروبي، وطبعا طالب بأنه يكون في سياسات أكثر انفتاحا في مجال تأشيرات السفر لتتناسب مع سرعة العصر. وده طبعا إجراء مهم جدا هي عودة السياحة من جديد وإزالة بعض معوقات الحركة السياحية إلى مصر. هيئة فولبرايت الأمريكية من الهيئات المتعاونة مع جامعة عين شمس بتمنح بعثات تعليمية ومنح للتعليم في الجامعات الأمريكية، وعقدت مؤخرا ندوة في جامعة عين شمس بعنوان اقتصاديات التعليم لخريجي الهيئة من الطلاب اللي شاركوا في هذه المنح. طبعا ده بهدف تبادل الخبرات وتبادل الرؤى في مجال التعليم وأهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات المختلفة. اقتصاديات التعليم عنوان الندوة التي نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والمختصين والطلاب الحاصلين على منح التعليم من الهيئة. أهم التوصيات إن احنا بإن التعاون ما بين الشعوب وإرسال رسالة سلام من مصر لجميع دول العالم، إن احنا دايما في تعاون بيننا وبين أمريكا، والشعب المصري علاقته طيبة جدا بالشعب الأمريكي، فدي كلها رسالات عن اقتصادات التعليم وعن التعاون ما بين الشعوب. تشجيع السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات المصرية بالاشتراك في هذه المنح. هي منح تنافسية بيبقى متقدم لها ناس كتير وهم بيختاروا طبقا لشروط معينة، وأنا بعتبرها دي قيمة مضافة لأعضاء هيئة التدريس في جمهورية مصر العربية والجامعات المصرية. الندوة ناقشت مدى مساهمة اقتصاديات التعليم في النمو الاقتصادي عن طريق ربط الخريجين بسوق العمل المحلي والخارجي، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الغربية. أهم هدف بالنسبة للهيئة هو التعليم والتدريب للشباب المصري ولأساتذة الجامعة في مختلف، مش بس في القاهرة واسكندرية لكن في الأقاليم، من أجل يعني الصعود والدعم العملية التعليمية في مصر، لأن إحنا لو إحنا استثمرنا في الشباب وفي قدراته هم هينهضوا بعد كده بجميع المجالات المجتمعية والاقتصادية في مصر. نقل الخبرات الدولية في مجال التعليم بالتعاون المشترك مع الهيئات الدولية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم. من مقر انعقاد الندوة علاء منتصر، النيل. وللتعرف على أحوال الطقس معنا دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية لتحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة أمال صباح الخير. اهلا صباح الخير استاذة ايمان واستاذة سحر والسادة المشاهدين. الجو بدأ فيه شوية برودة، يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك اخبار الطقس النهاردة وعلى مدى 4 أيام قادمة. ان شاء الله الطقس اليوم فريش عن طقس الامس، لكن احنا بنتوقع باذن الله انخفاض من بكرة في درجات الحرارة. يعني على سبيل المثال القاهرة بنتوقع لها النهاردة 26، بكرة بنتوقع لها 23، لكن الطقس اليوم هيكون معتدل على شمال البلاد وبيصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا والحب
الصوت وبيكون ناقل للحرارة على جنوب البلاد. الشيء اللي احنا نحب نحذر منه وهو موجود حاليا دلوقتي هي الشبورة المائية، لانها بكثافة وبتكون على جميع الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وبنقول الالتزام بالسرعات المقررة تجنبا لأي مشاكل ممكن تحصل من السرعات العالية. بنقول ان الرياح بتكون معتدلة وبتنشط على السواحل الشمالية وبتنشط على البحر المتوسط وبتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. تمام. بالنسبة لدرجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية بنتوقع لها 23 وصغر 20، السواحل الشمالية الشرقية رفح والعريش 25 وصغر 20، الوجه البحري والقاهرة 26 وصغر 20، سينا 27 الصغرى 20، شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى أسيوط 28 والصغرى 19، جنوب الصعيد في الأقصر وأسوان 33 والصغرى 22. طيب دكتور عمال عايزين نطمن على السيول والأمطار، لأن كان في كلام أنه متوقع في الدلتا المرة دي تكون موجة من السيول والأمطار الغزيرة في الأيام الجاية. الإشاعة دي غلط خالص ومفيش ان شاء الله سيول، لكن لو في امطار خفيفة بكرة هتكون على السواحل الشمالية من السلوم وحتى رفح والعريش، وامطار خفيفة جدا، وبرضو يوم الخميس امطار خفيفة جدا لكن لا تصل الى حد السيول. احنا نفسنا بس اللي يحب يجيب اي معلومة يجيبها من الهيئة العامة للأرصاد لان هي المسؤولة عن اصدار اي تنبؤات تخص عناصر الطقس اذا كانت حرارة او امطار او أمطار تتحول إلى سيول حسب الطبيعة الجغرافية للمكان. تمام. لكن ما فيش أي مشاكل إن شاء الله من أمطار في الثلاث أيام القادمين بإذن الله. تمام. وإذا كان في أي حاجة الهيئة طبعا قبلها بثلاث أيام بتطلع بيان وبيكون في الأماكن اللي ممكن يكون فيها أمطار غزيرة أو بداية الموجة ونهايتها ايه. نشكرك جزيلا دكتورة أمل حنفي رئيسة الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. القوات الجوية المصرية تاريخ طويل بيرجع لعام 1930 عندما صدر مرسوم بإنشاء قاعدة الماضة الجوية. كمان شفنا الدور الكبير اللي قامت به القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر والانتصار الكبير عام 1973. الحقيقة أنه القوات الجوية اختارت أنها يكون موجود داخل مقرها متحف بيعرض هذا التاريخ بمجسمات للمهتمين بزيارة هذا المكان والتعرف على الأسلحة كيف كانت وكيف أصبحت، وممكن أيضا من خلال هذا المتحف الدخول إلى غرفة عمليات حرب أكتوبر. التقرير التالي هيعرض المزيد حول هذا المتحف اللي أقامته القوات الجوية. إذا أردت أن تتعرف على قلعة نسور السماء فتعال إلى هنا في متحف القوات الجوية الذي يقع في شارع صلاح سالم وتحديدا أمام الكلية الحربية. أهلا بكم في جولة تاريخية نروي من خلالها قصة القوات الجوية المصرية منذ نشأتها عام 1930. وتحرص المدارس على إيفاد رحلات للمتحف في إطار بناء شخصية الأطفال منذ سن صغيرة وتعريفهم ببطولات جيشهم. عاشوا العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين جحال. عشان الشباب والجيل اللي طالع جديد يحس ان هو عنده انتماء للبلد ويعرف الابطال ضحوا ازاي بحياتهم عشان احنا نوصل للسلام. الجميل ان ادارة المتحف تتفاعل بحب مع الزائرين وتقدم لهم النصيحة، كما تجد مرشدين ومرشدات من الشباب يستقبلونك بابتسامة ووداعة كما يمتلكون المعلومة التاريخية. أول حاجة الناس بتيجي بنستقبلهم
بنعرفهم ايه المتحف، ازاي تم انشاؤه، سنه كام، وايه التفاصيل بتاعته. بنقول لهم اللي فيه عندنا جولتين، اول حاجه جوله العرض الخارجي بنشرح فيها جميع الطيارات بجميع انواع الطيارات كلها اللي دخلت القوات الجويه، وبعد كده بعد جوله العرض الخارجي بندخلهم لجوله العرض الداخلي بنشرح لهم تاريخ القوات الجويه شرح مبسط خالص. ويشتمل المبنى الرئيسي على قاعات العرض الرئيسية، ومن أهمها قاعة المجد والمكتبة ومنطقة العرض الداخلي وغرفة التلقين وقاعة الطائرة وغرفة عمليات حرب أكتوبر وقاعة الشهداء ومحاكي الطائرة وقاعة سينما ثلاثية الأبعاد. ويوجد بقاعة الشهداء سجل حافل بأسماء شهداء القوات الجوية وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن. وكان يهمنا أن احنا نعيش الزائرين في عالم الطيران الواقعي، ونعرفهم بطولات الطيران المصريين اللي مش موجودة برا. وفي عندنا أمثلة زي القاهرة 300 والفانتوم والF-16 وجميع من أنواع الطرازات والطيارات المختلفة. ويشمل المتحف الطائرة ميج 21 روسية الصنع التي استخدمت خلال حرب الاستنزاف ومجموعة لطرازات مختلفة. ويوجد تسجيل لأبرز بطولات شاهديها الطيار المقاتل ماهر شلبي شعراوي وحطام طائرة فانتوم للعدو وما تبقى من متعلقات لطيار إسرائيلي خلال معركة المنصورة الشهيرة في 14 من أكتوبر عام 1973. ولا يفوتك الاستمتاع بزيارة غرفة عمليات حرب أكتوبر، حيث تشعر بأجواء الحرب من خلال التعاون بين سلاحي الدفاع الجوي والقوات الجوية للتنسيق فيما بينهما. ويتضمن المتحف تاريخ ميلاد طائرة القاهرة 300، وهي شهادة صناعة تعبر عن الإرادة المصرية. ويحتوي المتحف جناحا يوضح التطور التاريخي لزي القوات الجوية خلال العصور المختلفة وتاريخ الأوسمة والطوابع الجوية. وتعتبر المكتبة من أهم قاعات المتحف بما تحويه من كتب وسجلات لأنواع الطائرات المختلفة، كما تحتوي على كل ما كتبته الصحف والمجلات المصرية والعربية عن بطولات القوات الجوية. ويقبل زوار المتحف على محاكي الطائرة TU-16 التي تضفي واقعية على نموذج المحاكاة بجولة تمثل زيارة لعدد من محافظات مصر. عجبني جدا لما شفت الحرب اللي حصلت، ولما اكبر نفسي اطلع بنت في الجيش. حاسة ان انا لما اكبر عايزة ابقى بنت في الجيش. حاجات والله تحفة وعجبتني قوي، ويعني كنت كانت احلى مما اتخيل. لما دخلت اتفرجت على فيديو بتاع حرب 73 عيني نفسي اطلع طيارة عشان احمي بلدي. ولما دخلت اتفرج على حرب اكتوبر كانت حلوة، وعاوزة لما اكبر اكون جيش عشان احارب اسرائيل. وشفت قاعة الطائرات كانت حلوة قوي وعجبتني، وكمان شفت رحت قاعة اللي فيها الفيلم بتاع حرب 73 واللي هو برضو عجبني قوي ودراني الجيش عمل ايه. عايزة لما اكبر اكون جيش عشان احارب اسرائيل. ونفسي اطلع طيارة لما اكبر من سور مصر ان شاء الله. وتم اختيار موقع المتحف بعناية، حيث يقع في قاعدة الماظة الجوية لكونها اول قاعدة جوية تم إنشاؤها بقرار من الحكومة المصرية في 4 من أكتوبر عام 1930. إنه متحف يرصد تاريخ رجال أقسموا على حماية تراب الوطن، خير شاهد ومؤرخ لدور القوات الجوية على مر العصور كقوة رادعة في مواجهة كل من تسول له نفسه لاقتراب من سماء مصر الغالية. من متحف القوات الجوية، محمود العزالي،
النيل. الاهتمام بمجال الاعلام وهذا الملف مهم جدا خلال هذه المرحله، ولكن زي ما احنا عارفين انه دايما بيبقى في تعاون وتواصل ما بين اتحاد المنتجين العرب والتلفزيون المصري في تبادل الخبرات الاعلاميه ووضع هدف واحد للاعلام العربي، وده هنشوفه في الدوره الخامسه لمونديال القاهره للاعمال الفنيه. المونديال هيكون في هذه الدوره تحت شعار رؤيه عربيه واحده نحو اعلام عربي موحد، ولانه مونديال ويتعدى فكره تكونه مجرد مهرجان، هيشمل فعاليات عده مستمره لغايه الثالث من نوفمبر، منها منتدى القاهره للاعلام والاستثمار وايضا ملتقى الاعلام المصري الليبي. حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط قبيل توجهه لدولة الكويت الشقيقة حرص على المشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية. شعار هذه الدورة رؤية موحدة نحو إعلام وفن عربي جديد، يعكس بالفعل الهدف الذي ننشده في إعلامنا، بمعنى أن تكون هناك رؤية موحدة جامعة تحدد وجهته وترسم غايته، وأن يصير هذا الإعلام جديدا في شكله ومضمونه في خطابه وأدواته. لقد صار الإعلام بوسائطه المتعددة ركنا أساسيا في الواقع العربي الحالي إيجابا وسلبا. يضم المونديال الذي ستستمر فعالياته حتى 3 من نوفمبر العديد من الفعاليات، ويسعى القائمون عليه وبشكل حثيث على تنسيق الجهود لتطوير العمل العربي المشترك. أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي في عصر المعلومات هو ظهور ما يسمى بالفجوة الرقمية، والتي تتمثل في الخلل الإعلامي والمعلوماتي بين ما يملكون التكنولوجيا في الاتصالات والمتقدمة والمحرومين منها، خاصة في بعض الدول العربية التي تفتقد إلى وجود البنية التحتية للاتصالات. ولعل هذه المشكلة يجب أن يوضع تخطيط استراتيجي يشمل السياسات والخطط التي تتبناها الهيئات والمؤسسات القومية والاتحادات والمنظمات المهنية الممارسة لمهام إعلامية في الوطن العربي. لم يعد الإعلام في مفهومه الجديد مجرد خدمة إخبارية أو ترفيهية، بل أصبح سلاحا فعالا ومؤثرا يقلب الموازين ويغير قواعد أي لعبة. الإعلام العربي أيها السادة وفي ظل ما نراه اليوم يحتاج منا لرؤية جديدة، رؤية تتوافق مع هذه المتغيرات الخطيرة التي يشهدها العالم وتعيشها المنطقة. هذا وقد تم تكريم العديد من رموز العمل الإعلامي والوطني، من بينهم الفنان القدير يوسف شعبان والفنان سليم سحاب وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي. يعد المونديال انطلاقة جديدة لخلق إعلام عربي مستنير وفعال لنشر الوعي وتبادل الحوار وتقبل الآخر. من مقر جامعة الدول العربية، أمل صبري، النيل. لكل المشاهدين المهتمين تعرفوا على الحالة المرورية في هذه اللحظات، بينضم إلينا سيادة رائد أحمد نور مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. صباح الخير سيادة رائد. صباح الخير. صباح الخير لحضراتكم وجميع السادة المشاهدين، ونتمنى لكم يوم طيب بإذن الله. بإذن الله نطمئن على الحالة المرورية يا فندم في شوارعنا في هذه اللحظات. هو الحالة المرورية الآن احنا في بداية أوقات الذروة الصباحية، والحمد لله فهم بالنسبة للكثافات هي كثافات معتادة يوميا، بالنسبة للكثافات نسبتها على جميع المحاور بالنسبة للقاهرة الكبرى بحالة عامة حوالي 45%. عندنا أبرزها تمام، هنبتدي بالنسبة لمدينة القاهرة محور كوبري أكتوبر القادم من مناطق رمسيس ومتجه لمنزل السرايا والعروبة، الاتجاه الاخر الحمد لله بيعمل بشكل جيد، محور الثوره بيعمل بشكل جيد في الاتجاهين، محور صلاح سالم الحمد لله بيعمل بشكل جيد في الاتجاهين، ايضا بالنسبه لطريق الاستيراد. بالنسبه لمناطق الجيزه والكثافات ملحوظه متواجده في مناطق التحويلات بشارع الجيزه ايضا بشارع النيل السياحي، يفضل الابتعاد عن مناطق التحويلات بشارع الجيزه وشارع النيل، واستخدام محور شارع الجامعة ومحور شارع السودان للقادم من جنوب الجيزة ومتجه لوسط وشمال الجيزة. باقي محاور
محافظة الجيزة الحمد لله بتعمل بشكل جيد نسبيا. عندنا على مناطق الدائري كثافات مترفزة أعلى، مناطق مرطية متجهة لمناطق أعلى منيب، وللأسف كان عندنا حادث من الساعة 6 صباحا أعلى مناطق محور اتجاه مناطق الزراعي، اتجاه مناطق عدد الزراعي، وكان سيارتنا محملة بالثوب وبسبب غفل الصوت تم دخول على الحاجز الفرصاني على أقصى اليمين. الحمد لله ما فيش مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات وتم رفع السيارة وتم رفع الحمولة اللي كانت على الأرض، والحمد لله تم بيشهد سيولة مرورية الآن مناطق أعلى محور اتجاه مناطق أعلى الزراعي. محور 26 يوليو والكثافات المعتادة يوميا القادم من مناطق 6 أكتوبر ومتجه لمناطق ميدان لبنان، لكن بحمد الله لم تتجاوز أسفل الدائري. الاتجاه الآخر القادم من 15 مايو في أحجام مرورية عالية وسرعات بطيئة فقط من 20 ل 30، نظرا لتوافد المواطنين على مناطق 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية، أيضا مع منزل الصحراء والقرية الذكية ومنطقة الصناعية بابراوش. تمام، احنا بنشكرك جزيلا سيادة الرائد احمد نور مشرف غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور. الحقيقة انه لكل محب الموسيقى العربية دايما بننتظر مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وهذه المرة هي الدورة 25 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، هتحييه الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان ولفيف من الشخصيات السياسية الفنية والعامة. المهرجان هيكرم 16 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي. هيكون المهرجان على مدار 14 يوم من 31 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر، وبدأ بالفعل وحيشتمل 37 حفل غنائي وموسيقي هتقام مش بس في مسرح دار الأوبرا بالقاهرة، لكن كمان معهد الموسيقى العربية وذلك بالإسكندرية ودمنهور بمشاركة 83 فنان من 8 دول، هي مصر وفلسطين والمغرب ولبنان وتونس والعراق والأردن وسوريا. حفل الافتتاح أحياء الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وبقيادة المايسترو ناير ناجي. الحقيقة أنه العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود يعني يعيش في الذاكرة المصرية بشكل كبير، برنامجه العلم والإيمان أعتقد أنه حتى جيل الثمانينات ويعني قدر أنه هو يستفيد بجزء كبير جدا من هذا البرنامج العظيم الذي أطرأ الحياة العلمية في مصر بشكل كبير، وكان ليه نصيب مشاهدة كبير جدا وقاعدة جماهيرية عريضة. الحقيقة أنه في شهر الحب بعد سنوات عديدة قدم من خلالها عدد من الأفكار والأراء اللي حفظها المشاهدين عن ظهر قلب، كان للدكتور مصطفى محمود له كمان إيمان أراء في الحب ومقولات يعني يمكن بنرددها لحد دلوقتي. وده ملاحظ يا سحر إن الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بيستعيدوا المقولات الشهيرة ليه في الحب تحديدا ودايما بيتشاركوا فيها، وده بيدل على فلسفة العالم الكبير اللي متواصلة الأجيال، يعني رغم أن الجيل ده مختلف في تفكيره إلا أنه لسه بيبص للعالم الكبير الراحل الدكتور مصطفى محمود بنظرة يعني العالم اللي كلامه فعلا يليق بكل الأجيال، زي مثلا أبرز أقواله عن الحب الشهيرة اللي شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، أن الحب ليس فقط اتحاد هوى، تفاهم، تلاؤم، اندماج عقلين، بل هو أيضا ارتياح الفطرة إلى فطرة أخرى تأنس بها وتكتمل بوجودها، تحليل علمي للعلاقة بين اثنين. كمان جملة أخرى من جمله شهيرة، لا يوجد وهم يبدو وكأنه حقيقة مثل الحب، ولا حقيقة نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت. فلسفة ربط ما بين الحب والوهم. الحقيقة لو اتكلمنا عن الكتب الكبيرة اللي قدمها الدكتور مصطفى محمود حملت وجهات نظره في أمور عديدة في الحياة ولسه خالدة ومستمرة لغاية يومنا.
طبعا موضوع السمنة والنحافة واهتمام عدد كبير جدا وخاصة النساء بهذا الموضوع، يعني دايما بنبحث عن الأغذية اللي بتساعد الجسم على انه ياخد طاقة كبيرة وبنفس الوقت ما تزودش نسبة الدهون او نسبة السمنة. على جانب اخر كمان مرضى النحافة بيحتاجوا لبعض الأغذية اللي بتساعدهم على الاتزان في اجسامهم او بشكل الجسم بشكل معين. على اي حال في دراسة بتقول ان التوت مهم جدا لعلاج للسمنة بعد التوصل، لاحتوائه على مركب طبيعي بيعمل على تنشيط الدهون الحارقة او بيحرق الدهون بشكل كبير جدا، ومن شأنها ايضا تمثيل او يعني بتخلي عملية تمثيل الغذاء او عملية تمثيل الغذاء بتقوم بشكل جيد وفقدان الوزن بشكل كبير جدا. طبعا التوت مش يعني مش كل الناس يعني او في ناس كتير جدا الحقيقة بتقبل عليه وبتحبه، بيحتوي على او بيساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين مستوى السكر في الدم. لكن خلونا نعرف يعني بشكل اكثر تفصيل عن نبات التوت واهميته الغذائيه. معنا الدكتور هاني جبران استشاري السمنه والنحافه. دكتور هاني صباح الخير. طبعا نور يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين واهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. يعني ايه موضوع التوت بقى؟ يعني دي معلومه جديده الحقيقه انه بيؤدي لحرق الدهون بشكل كبير بالرغم ان هو في نسبه سكر. لا هو طبعا على سن التوت اللي هو بنتكلم عليه ده اللي هو التوت البري اللي هو البلو بيري الانجليزي اللي هو الازرق، والبلو بيري وكمان بيبقى معتبر كفاكهه من الفاكهات الصحيه اللي هي فيها بتساعد قوي انها ممكن تقلل الدهون وتبقى جزء من النظام الغذائي. لكن عايزين نحط في دماغنا ان احنا لو خدنا توت كتير وشربنا الحاجات دي كتير وقلنا ان هو دوت هينزل الدهون من غير ما نمشي على نظام غذائي متوازن وصحي عمرنا ما هننزل في الوزن ابدا. واهم من كده ان احنا لازم نحط الرياضه جزء من حياتنا. التوت حلاوته واكبر حاجه فيه ان هو ممكن مع استمراره كجزء من النظام الغذائي ان هو يقلل من حالات الالزهايمر كمان اللي هي اللي موجوده في بعض العائلات. فياريت الناس تبقى تحط في دماغها الحكايه دي. لكن ناخد بالنا ان هو مش متوافر قوي في مصر، ولو متواجد بيبقى مستورد بيبقى غالي جدا، فمش هو ده اللي هيقلل لنا الوزن بتاعنا. لكن لو عايزين نقل في الوزن بتاعنا نحط في دماغنا كذا حاجه. اول حاجه نقلل من الكربوهيدرات بصفه عامه اللي هي الرز والمكرونه والعيش دول. لو قللنا منهم وخليناهم كبرت يعني جزء من النظام الغذائي بس ما بقاش هو النظام الغذائي بتاعنا هنقلل في الوزن. ولو حطينا الرياضه اساسيه كل يوم في حياتنا لازم هنقلل في وزننا، ونشرب ميه كتير. مهم جدا ان احنا نشرب ميه لان الميه بتساعد. طيب دكتور هاني، يعني ازاي نقدر نعمل عمليه التوازن؟ يعني الجسم يقل بشكل كبير لكن يبقى في نضاره، في صحه، في احساس انه موجود طاقه معينه في الجسم، لان في بعض الوسائل او الادوات للتخسيس بتكون صعبه جدا. يعني حتى انه بعض الدكاتره بيسموه في بعض الاحيان رجيم الكفار مثلا. حلو نجيب الكفار دي، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. مش عايز بقى رجيم الكفار. الرجيم يعني اسمه ايه بالانجليزي؟ يعني رجم. يعني ايه رجم؟ يعني تنظيم. مفيش حاجه اسمها حرمان. تنظيم الاكل اللي احنا بناكله ده الاهم من اي حاجه تاني. لكن ان احنا نقول ان احنا هنتعذب بالرجيم يبقى ما اسموش رجيم، ده اسمه غير صحي. احنا لازم نحط في دماغنا ان احنا لازم نبقى صحيين، وعشان نبقى صحيين زي ما قلت لحضرتك اولا لازم تحت اشراف طبي. يعني ايه؟ لازم نتاكد ان ما عنديش اي امراض ممكن تسبب لي مشاكل صحيه، عندي انيميا، الغده الدرقيه، اي حاجه من الحاجات دي، كوليسترول عالي. طيب يا دكتور هاني، الفيتامينز يعني هل في ناس بتستخدم الفيتامينز في وقت الدايت او الرجيم؟ هل ده في وفي بعض اراء تانية بتقول انه الفيتامينز بتتخن او بتزود الوزن؟ دي اكبر غلطه يا استاذه، انت سالتي سؤال مهم جدا لان انا بعاني من الحكايه دي. الفيتامين جزء لازم من النظام الغذائي لان احنا بنمنع حاجات كتير جدا واحنا عايزين نعوضها، ومفيش حد بياكل صحي 24 ساعه في ال 24 ساعه زي ما بيقولوا. فعشان كده الفيتامين، بس مش اي فيتامين ومش اي نوع، لازم الطبيب المتخصص اللي يقدر يقول لها ايه هو المناسب ليها وايه هو اللي يساعدها واللي يساعده. لكن ان الفيتامين يتخن اكبر غلطه. ان الفيتامين بيفتح الشهيه برضه حاجه غلطه جدا. مش صحيح الفيتامين ده. طبعا يا فندم الفيتامين بيساعد ان احنا نمشي على نظام غذائي ويعوض الحاجات اللي احنا فقدناها. طيب يا دكتور هاني، اخيرا الحبوب او الادويه اللي بتقلل الوزن
يعني دي يعني كانت جت في فتره انتشرت بشكل كبير جدا وكان في ناس بتستخدمها لانها بتنزل الدهون بشكل كبير، طب دي لها مخاطر سلبيه على الصحه العامه؟ لا نتكلم بقى في الحاجات دي لان الكلام ده مهم واسئلتك كلها يا استاذه بتمس فعلا المشاكل اللي احنا بنواجهها في الدكاتره، اولا خصوصا الاعلانات اللي تيجي في التلفزيون بيقول لك الدواء اللي انت لو اديته للاسد ما يحلكش والكلام ده كله، ده كلام فارغ، يعني دي الاسد يوم عملوا تجارب على الحيوانات فاحنا هنعملها على البني ادمين؟ الكلام برضه مش مظبوط، فالناس بتضحك عليهم وده مش مظبوط، لو كان مظبوط ياخد تصريح من وزاره الصحه وينزل في الصيادله بدل ما يحطوه على التلفزيون ويضحكوا على الناس بكلام فارغ وشويه. لكن اللي موجود في الصيدليه ده يعني كويس؟ يعني ممكن بس موجود في الصيدليه يعني اسمه دواء، يعني اسمه دواء يعني تحت اشراف طبي، ما ينفعش حد يروح يقول لهم انا هاخد الحبايه الزرقاء لما اكون عايز اكل وجبه ثقيله اخدها وخلاص، بالظبط ده اسمه دواء. واحنا لما كنا في امريكا كان لازم تحت لازم يبقى فيه روشتة مش اي حد يقدر يصرفه، مش اي حد ياخده لان له اعراض جانبيه، اي دواء في الدنيا لازم له اعراض جانبيه، هو الدكتور اللي يقدر يحدد هل الاعراض الجانبيه دي مناسبه له او لو مش مناسبه نوقفه ناخده على حسب الحاله العيان. طيب حضرتك شايف انه الوجبه الغذائيه تكون عامله ازاي؟ ايه مكوناتها؟ اهم مكوناتها علشان الشخص ينزل وزنه وفي نفس الوقت يحتفظ بشكله وبنضارته وطاقته. زي ما قلنا حضرتك ان لازم يحط في دماغه ان ما يفوتش وجبات، يعني لازم يبقى فيه فطار، الفطار ده جزء اساسي من اي نظام غذائي. تاني حاجه لازم يحط في دماغه كمان واي حد ان احنا لازم نشرب ميه، وما يقوليش ان انا بشرب عصير وهو ده يبقى طاقه وده يبقى هو ده اللي كويس، لان ناخد لي فيتامينات وناخد لي الفاكهه احسن ما تاخد العصير، وما تاخدليش عصير المعلبات لان فيها مواد حافظه. مهم جدا يا استاذه ان احنا لازم نفهم يعني ايه الثقافه الغذائيه، ان احنا مش ناخد العصير يقول لك هو ده العصير وخلاص، من الفاكهه ممكن تزود لي في الوزن لان مليانه سكريات، فما اقولش فاكهه على طول وما اقدرش اقول كمان ان انا ما اخدهاش خالص. التوازن في كل حاجه، الكربوهيدرات اللي هي رز وعيش مكرونه لو هناخد يا ريت يكون حاجات. طيب الدايت الكيميائي الدكتور هاني يعني ده خطر على الصحه العامه وبينزل الوزن بشكل كبير جدا وفتره قليله، في ناس بتستخدمه. ممتاز، الاسئله دي كلها بتواجهها وبشوفها كتير جدا. بالنسبه للنظام الكيميائي يا استاذه هو ممكن يقلل الوزن، بس بيقلل الوزن ايه بالظبط؟ بيقلل الكتله العضليه. يعني ايه بيقلل الكتله العضليه؟ يعني الانسان بيبقى هزيل، ممكن تبقى وزنها قليل، ممكن لو كانت هي داخله على مسابقه ولا داخله على امتحان عشان هتتوزن فيه هتلاقي نفس وزنها قل، لكن ايه اللي قل فيها هيبقى قل غير صحي، وده اكبر غلط، لان لما بتسيب النظام الكيميائي يرجع تاني الوزن اكتر من. طيب يا دكتور هاني المشكله بقى عند كتير قوي من الستات الوش، يعني الوش بيبوظ وشكله بيختلف وبيقل شويه في الوش، يعني زي نعمل المعادله بقى يعني. ايوه النظام غير صحي مناسب ليها، نمره 2 ما بتشربش ميه كتير، نمره 3 بتاخد بعض الادويه اللي هي بتنزل الميه في الجسم وخصوصا الحاجات اللي بتعمل اسهال وده مش مظبوط برضه. يبقى احنا عندنا 3 حاجات، نشرب ميه كتير، ناخد فيتامينات علشان ما يبقى في نضاره وجه، ونحط في دماغنا نلعب رياضه. الرياضه يعني الميه والفيتامينز والرياضه. مظبوط يا فندم. تمام انا بشكرك دكتور هاني جبران استشاري السمنه والنحاف، شكرا يا فندم. رالي شهدته مصر مؤخرا هو تحدي عبور مصر وكان فرصه للترويج للسياحه لان خط النهايه فيه كان اهرامات الجيزه. رالي بدأ من مدينة الإسكندرية يوم 21 أكتوبر واستمر لمدة 8 أيام إلى أن وصل إلى خط النهاية في منطقة أهرامات الجيزة في القاهرة. المنظمين قالوا أن المشاركين طبعا لظروف الجو تعرضوا لهطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي من مرسى علم وحتى العين السخنة، لكنهم رغم كده نجحوا في الوصول إلى خط النهاية وفي الوقت المحدد للسباق. يسلك هذا الرالي طريقة مختلفة كل عام لأجل استكشاف أكبر عدد ممكن من المناطق في مصر.
افتتح بدبي منتزه او متنزه ليجولاند دبي، واللي بيعرض نماذج من المعالم الشهيره في الشرق الاوسط زي الاهرامات المصريه وبرج خليفه في دبي. طبعا هو ده يعتبر المتنزه الاول ضمن مجمع طموح للمتنزهات الترفيهيه. في كمان مدينه موجوده داخل متنزه ليجولاند اسمها مينيلاند، دي فيها او يمكن رؤيه نماذج مشكله من اكثر من 60 مليون مكعب ليجو لمطار دبي الدولي وجامع الشيخ زايد في ابو ظبي وخور دبي. وكمان تقدر من خلال زيارتك ليه رؤيه نموذج من ضريح تاج محل الموجود في الهند. واضح انه يعني المتنزه في اعتزاز بالمعالم اللي في دبي اللي بقت مزارات واشتهرت وعلى راسها برج خليفه. في كمان نسخه طبق الاصل من برج خليفه طولها 17 متر تم صنعها واستغرقت اكثر من 5000 ساعه لتشكيلها بهذا الشكل. في كمان في المتنزه حديقه ملاهي فيها اكثر من 40 منطقه لركوب الالعاب واقامه المعارض، الى جانب اماكن يقوم فيها الاطفال بالبناء مستخدمين مكعبات الليجو او التسابق بسيارات مصنوعه من مكعبات الليجو ايضا، او الحصول على دروس في كيفيه بناء الروبوت. ويتصور المخططون في دبي ان يزور 25 مليون شخص المنطقه في اطار معرض اكسبو العالمي 2020 الذي يقام في غضون 4 سنوات، ويأملون ايضا في التعامل مع اكثر من 200 مليون مسافر سنويا في مطار المكتوم الدولي القريب في دبي وورلد سنتر، وينوون ايضا تمديد مترو دبي الذي يسير بدون سائق الى ابعد من محطاته الحاليه لتسهيل الوصول الى المتنزه. الحقيقه ان شهر نوفمبر دايما بيتقال عليه انه شهر الرومانسيه والحب، وكمان بيبقى بدايه يعني جاده لفصل الشتاء. بنحتاج ان احنا نلبس حاجات مختلفه، حاجات بطعم الحب يا ايمان وحاجات بطعم الشتاء في نفس الوقت. بنحاول ان احنا نغير حتى في شكل اللبس، لان احنا في فتره الصيف بنبقى متعودين على نماذج وستايلات معينه. بنحاول بقى مع بدايه الجديه للشتاء ان احنا نلبس الجواكت والحاجات المختلفه. اكيد يعني لبس الشتاء بيكون ليه اطلاله خاصه، وغالبيه هذه الاطلالات بتليق لطبقات متعدده. يعني ممكن الإطلالات دي تسمح للمرأة بالتخلي عن مثلا اللبس العادي والاكتفاء بجاكيت جلد فوق الهدوم البسيطة، أو البليزر فوق يعني توب بسيط كمان ممكن يخلي الشكل في الإطلالة الشتوية الأنيقة. وكمان ممكن الاستعانة بالسكارف أو الشارب اللي بيستخدم حوالين الرقبة بالشكل اللي احنا شايفينه، أو في أيام الشتاء القارصة ممكن الكوفية تستخدم بنفس الشكل، وده عندما تكون الحرارة منخفضة جدا وممكن سهولة التخلص منه لو حسينا بارتفاع درجة الحرارة. الاهتمام بأعياد الهالوين يعني تقريبا كل مكان هو السمة واحدة أو الطابع واحد، لكن كل مكان بيحتفل بشكل أو بطابع خاص. زي مثلا من أكتر الأماكن اللي بتحب تعمل تقليع جدا في الهالوين المكسيك، بتهتم بإظهار كتير من التقليع والأفكار الغريبة شوية باحتفالات خاصة في جزر مضاءة بشكل خافت مناسب لهذا الاحتفال. وملاحظ كمان يعني احنا هنشوف جوله الهالوين بيتعمل ازاي في دول عده، انه في مصر بقى في مدارس كثيره بتهتم بعيد الهالوين. يوم الاحتفال بعيد الهالوين كان كل محلات الملابس التنكريه كان ملاحظ ان فيها اقبال شديد، والاطفال كمان في المدارس والرعب يعني الحقيقه اللي عاملينه في المدارس بالاشكال المختلفه والحفلات الخاصه، يعني بيتفننوا في ان هم يعني يبدعوا في رسومات الوش في الهالوين. خلينا نشوف البلدان ايه ابرز ما يمثلها. مثلا في ايرلندا بيكون في كرنفال من 25 اكتوبر ولغايه 2 نوفمبر. في امريكا كمان هي مهتمه بالهالوين، والملاحظ هو الاهتمام بالجماجم وديكورات الساحرات. في لندن بيكون ديكورات في المحلات مليئه بديكورات الهالوين، وفي افكار كمان لتصميمات الملابس تتركز كمان ما بين الاشباح والساحرات والمقابر. لكن الملاحظ كمان ان في عدد هائل من الاماكن بتتيح برامج مخصصه من اجل احتفالات الهالوين. في هونغ كونغ في حديقتين بتبرز اجواء الاحتفال بالهالوين،
وده بيجعل الحضور يأتوا يعني وكأنهم ما بين الأشباح. طبعا الأطفال الرضع مثلا في المستشفيات في بعض البلدان شافت ان هم لازم يحتفلوا بعيد الهالوين هم كمان، ودي فكرة غريبة. في مجموعة من الممرضات والمتطوعين رفضوا ان تمر العطلة دون الاحتفال بعيد الهالوين، لكن يعني صمموا ازياء مش مرعبة عشان الاطفال، باتمان وسوبرمان بالظبط كده، والمرأة العجوز يعني هو خلينا نقول يعني انه يوم مختلف، يوم مختلف، بس مش لازم نخد الاطفال قوي يعني، يعني يكون في حاجات مناسبه ليهم بشكل كبير، لانه ده بيجي يعني بيظهر علينا احنا بالليل بقى يعني. احنا شايفين هم اختاروا الاطفال كانوا يعني ازياء مناسبه شويه. دي كانت اولى فقراتنا في هذا الصباح، طبعا لسه معانا فقرات وحوارات كتير جدا. هننتقل بعد الفاصل مباشرة لموجز الثامنة لأهم وآخر الأنباء مع ريهام رجب.